مرة أخرى أعزائنا المشاهدين والمشاهدات لأون تايم سبورتس، نعود إليكم وبنعتذر عن الصورة لأنها بس هي جاية من المصدر كده، يعني هي جاية من المصدر من رواندا من كيجالي كده. لكن النتيجة حتى الآن 11-8، بيترو دو لواندا ليدنج. المباراة تزداد إثارة وسخونة. وادي الهوك شوت مفيش جوه الباسكت، بصوا القوة عاملة إزاي من كومينجز. جوميز ده كان المحترف في صفوف الاهلي المصري في بطولة افريقيا تحت للدرجة الاولى طبعا 2016 اللي حصل عليها مع طارق خيري. ادي خطف منه كرة وراح دين داو الولد الشقي. كومينجز كيك اوت لبره، بص الفيك بالعينين بيديها له تاني، اتخطفت رجع لقاها. تندوع على التصويب، على التصويب مفيش، والمتابعه دفاعيه. بص الفاست بريك مفيش جري، بيدور على جان جاك. 55 ثانيه، دفاعات قويه بيعملها بيترو دولواندا، بيعمل في احراز اول بطوله بمسماها الجديد البي اي ال. ولما لا، ولما لا، اوه مخالفة ال 24 ثانية على دياكيتا، أداما دياكيتا بعد ما خد الفيك الثانية دي فرقت. اللوحة نورت فوق 24 ثانية، وادي جونزالفيس خارج مع 40 ثانية، وادي ينزل النجم كارلوس مورايس نجم المنتخب الأنجولي أو الأنجولي أو الأنجولي صح. نزل مرة تانية كي دي الشهير بيانيك موريرا مورايس. كومينجز يا ولد على الفيك، طلع ميديا راجل افرد دراعك بقى، عملت كل حاجة. بويامبا عمل كل حاجة في اللعبة دي إلا الفينش وهو اهم شيء. 7 ثواني عايز يخلص، بيقول له افتح لي الملعب يا اخي انا هخلص. هارونا، هارونا يا ولد يا ولد يا ولد، عمل فيك ورايح، لكن هل في حاجه؟ هل في قرار؟ لا. 13-8 ينتهي الزمن الفتره الاولى اعزائنا المشاهدات والمشاهدين لاون تايم سبورتس في كل مكان. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، دقيقتين فقط هي الراحه المقرره فيما بين الفتره الاولى والتانية. تقام فيها المسابقات الترفيهية للجماهير. لكن خلينا نقول ليه بقول لك بيترو دولواندا عايز يحقق البطولة بمسماها الجديد البي اي ال باسكت بول افرو ليج تحت رعاية الان بي اي. 3 نسخ فقط اقيمت وبطولة نسخة الغيت. اول نسخة الزمالك المصري حصل عليها، ثم ألغيت النسخة الثانية وسميت الثالثة بالثانية. الثانية اللي كان هيشارك فيها الاتحاد السكندري بعد ما أحرز بطولة الدوري المصري، خلينا نقول الصح للتاريخ وللأمانة. الاتحاد السكندري كان هينال شرف المشاركة لكنها ألغيت. سميت البطولة رقم 3 ب2 خلاص، وهنبدأ نعد عادي. شارك فيها الزمالك أيضا لحسن حظه إن هو كان بطل الدوري، فشارك في نسختين متتاليتين احرز منهم واحدة وخسر في واحدة مع ويلف ويجت لو نفتكر. النسخة رقم 3 شارك فيها الاهلي واستطاع انه يحصل على البطولة، لكن نسينا نقول ان النسخة رقم 2 اللي الزمالك شارك فيها احرزها الاتحاد الرياضي المينستيري التونسي. يبقى اذا الزمالك واحدة والمينستيري واحدة، ثم الاهلي المصري يشارك في النسخة رقم 3 ليحرز لقبها، ويبقى تاني نادي مصري بعد الزمالك يحققوا لقب هذه البطولة، ونتربع على الزعامة الأفريقية الزمالك والأهلي في هذه النسختين من 3. ثم هذه النسخة الرابعة وأعتقد هيبقى فيها فائز جديد بعد، أو بطل جديد، مش أعتقد ده أكيد هيبقى فيها اسم جديد بعد خروج الأهلي وفقد فرصته في محاولة إحراز اللقب الثاني للبال، وعدم مشاركة الزمالك أصلا من البدايات، وخروج الاتحاد الرياضي المينستيري اليوم. فإذا في بطل جديد في هذه
المسابقة. ما يحزننا أيضا هو خروج ثلاث فرق عربية في هذه البطولة حتى الآن في الكوارتر فاينل، وهذا اللقاء لا يوجد فيه فريق عربي، إيه إس دواني سينيغالي وبيترو دولواندا الأنغولي. إذن ثلاث فرق عربية خرجت من أربعة، إذن كل التوفيق ونتمنى كل التوفيق للأهلي الليبي، وبيتم مؤازرته حتى نهاية البطولة. الشقيق الأهلي الليبي تشايلد دينداو بيغير اتجاهاته ويروح مسكين ويغير سرعته يا ولد، وكروس باس بعد ما طير ثلاثة في الهواء، لكن تصويبا ما بتجيش، يلم هارونا آمادو اللي بيغير اتجاهه يروح احد نجوم الفريق السنغالي، وتصويبه 3 بوينت شوت ما بتجيش يا ولد على الفيك، يا ولد على الفيك، عمل فيك حلو قوي 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 ادما يدي اكيتا، وهوش انه هيباصي كده من تحت وسط المدافعين، الناس راحت هناك طلع هو حط الكوره. كيدي مورايس، كارلوس مورايس كيدي عايز يلعب ال1 اون 1، عايز يلعب ال1 اون 1، ارتكز حلو قوي وحط كورته بارتكاز رائع، ميديم شوت جوه الباسكت. ادي تمريره والكره واتقطعت وراحت ليد بومينجز، ولا لا واحده بوم بوم، فاست بريك مثالي ينتهي لي كومينجز، ولا كومينجز اللي مرر، اللي مرر اعتقد تمريره ولا اروع. وادي كارلوس مورايس، لا كومينجز اللي حط البومبو، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايه الدورانات دي، ايه الدورانات والارتكازات دي، وتروح له تاني الكره بتحبه. كارلوس مورايس بياخد بوزيشن، قال له وسع لي وسع لي، انا سخنت شويه عايز اقول لي خلص، راح خلاص قلت لك، قال له وسع لي وانا قاري دماغك يا كارلوس يا مورايس، قال له معلش، يقول لك يقول لك العب بقى انت خلصت الاولانيه ما جاتش الثانيه العب معانا، يعني ما احنا معاك برضو لابسين اهو زيك. ادي كومينجز وال بوم بوم، انتهى القوه واللياقه البدنيه. تحت الباسكت كارلوس اهو كده الراجل ما بيلعب معاك وبتلعب معاهم، بتحط الباسكت واصبح له رمية حرة اضافية كارلوس مورايس. هل نويها بيترو دولواندا للدفاع عن سمعة الكرة السلة الانجولية، ولما لا وهي زعيمة القارة من زعماء القارة من وادي الاون ذا فلور. فريق بيترو اتلتيكو دولواندا لم يحقق البطولة بالمسمى الجديد باسكت بول افرو ليج، ولكن حقق البطولة بمسماها القديم بطولة افريقيا ابطال الدوري مرتين، لكن وليبولو ليبولو الانجولي مرة، ادي كده ثلاثة، ولكن يأتي الزعيم بريميرو دو اوغوست او اول اغسطس اللي حقق البطولة تسع مرات كزعيم للقارة في الاندية الافريقية، تسع مرات. يعني اذا كنا احنا هنا مبسوطين بان الزمالك فاز اتنين والاهلي اتنين والاتحاد واحد والجزيره اتنين، لا هو جمع كل ده لوحده بتسع بطولات. استلم مورايس فيك ميديم شوت ما بتجيش، هو اللي بيلم، لا قال له لا قال له لا قال له لا انت جاي تشوت وتلم، ادم دياكيتا بيرفض هذا الكلام. اي اس دواني او الجمارك السنغالي زي ما بيطلق عليه فيه كنادي بتاعه، لكن هو اي اس دوانيز هو اسمه، ملوش دعوه بجان دارك او البوليس السنغالي او اسفا بطل السنغال، ودول زعماء السله الافريقيه على مستوى البطولات الافريقيه. السنغال لم تحقق حتى الان اي بطوله بمسماها الجديد البي اي ال، ولكن الانديه السنغاليه اسفا السنغالي ثلاث بطولات، البوليس السنغالي بطولة، جان دارك بطولة، اذا خمس بطولات في رصيد كرة السلة السنغالية. عايز تواريخهم اجيب لك، بس خلينا بقى نقول تواريخهم في النهائي.
20-10 دبل سكور مع 7 دقايق 14 ثانية متبقية من زمن الفترة الثانية والنصف الأول من المباراة. أسيبكم تستمتعوا بالموسيقى الأفريقية الجميلة صراحة يعني. أتمنى تكونوا سمعنا. ادي كارلوس جيرسون دومينيغوس 7 نقاط حتى الان وبويسي 7 نقاط ايضا. وانتهى التايم اوت وانتهت مع الموسيقى الجميله. كنا نتمنى نكمل بقيه الاغنيه بصراحه. طول التايم اوت شويه يعني، ما احنا بنلعب اهو كتير. ادي تصويبه 3 بوينت شوت ما بتجيش، والمتابعه دفاعيه طبعا. الناس اللطيفه طبعا الجميله اصحاب الدم الخفيف من جماهيرنا الاسكندرانيه بعتلي يا كابتن وليد، طب البطوله اللي اتلغت دي مش هنحسبها اعتباري للزمالك على انه فايز بالبطوله الاولانيه؟ طبعا لا، وهم طبعا بينكشوني وبيعكسوني. لا طبعا لا تحتسب، اتلغت خلاص، ما ينفعش نقول الزمالك لغى الثانيه هو اللي حاصل على الاولى يبقى هو البطل، لا. والمعنى ضمني وانت فاهمني. ادي الجامبول، مفيش جامبول خلاص، الحيازه التبادليه كل واحد ياخد الكره مره. قال له لا مش هتاخدها مني يا كومينجز، مش هتاخدها مني. ايه اس دواني هذه الحيازه هذه المره الى دواني الكاليندور اللي نزل. مايك فوفانا ميديم شوت ولكن فيها خطا شخصي على كارلوس مورايس، يستوجب رميتين حرتين. نجم نجوم المنتخب الانجولي كارلوس مورايس، لكن طبعا وان كان فقد كثير من مستواه بس طبعا نظرا لسنه كارلوس مورايس. كارلوس مورايس 38 سنه، عشان كده بقول لك نجم كلنا نعرفه. مواليد 16 اكتوبر 85، يعني ده قريب مني، ده فرق بيني وبينه 20 سنة. أنا أكبر طبعا. أدي أليو باس. وادي 3 بوينت شوت جوه الباسكت. ها! بص الراجل ده بقى ممتع في لعبه. ممتع في لعبه. نيكولاس فاوس. ما تحسش انه هيصوب، تلاقيه بيصوب وبيجيب مرتاح جدا، ما تحسش انه هيمرر، بيمرر اسيستات ولا اروع. الكاليندور بيمرر اي حاجه بتتقطع لكن حسن حظه ان هي بتطلع اوت. الراجل ده، خلي بالنا كده من الراجل ده. 23 ده، نيكولاس فاوس. امريكي نيكولاس فاوس. احد المحترفين. وادي هنا مخالفة ل 24 ثانية. 5 دقايق 35 ثانية متبقيين من زمن النصف الاول من المباراة. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، 2 حكمات بيحكموا لقاء اليوم وخلاص اصبح مفيش فرق بين حكمة وحكم. كي دي دونداو بيمرر، كارلوس مورايس دايس على الخط، كعب رجله دايس على الخط، مش حاسس بحدود الملعب.
اللقاء النهائي حتى الآن، اللقاء النهائي عفوا في هذه البطولة سيقام يوم السبت القادم 1 يونيو. يا حبيبي على الكروس اوفر، يا حبيبي على التصويبه لكن ما جاتش، كل بيجري ونسي الكوره. تشايد دنداو بيقول طب سيبوا لي الكوره انا معدي. ادي الباس والثري بوينت شوت، ما بديش ولا فاست بريك. دانك بقى، دانك بقى، دانك بقى، بوم بوم. يا حبيبي سامبافال بيعمل واحده بوم بوم لكن باسيست ولا اروع، خلاها في انفراد تام 1 اون 0، واحد على ما فيش دفاع، الدفاع كان وراه، يحط كرة واحدة بوم بوم. من الحاجات اللي بتعجب الجماهير وتعجبني صراحة، يعجبني البلوكات، يعجبني الكروس اوفر وتغييرات السرعة، المهارات، يعجبني البلوكات قوي، يعجبني البوم بوم ده قوي، الدنكات قوي، سلام دنك، البلوكات يا عيني ان هيز فيس، تعجبني، تمتعني في اللقاء. ادي جونزالفز تمرر، لا وحش، عامل ديناي حلو قوي هارون عمادو وخد الكوره، يعني قاطع خط التمرير، الديناي ده اللي هو قاطع خط التمرير اول ذا واي، ويصوب واحده 3 بوينت شوت جوه الباسكت، جوه الباسكت، يضيق الفارق الى 23-16، 7 نقاط فقط. المباراه في الملعب كلها شغل فني رائع رائع، البطوله دي قويه. بياخد يلعب كومينجز واحده ميديم شوت ما بتجيش، هارونا يا حبيبي يا حبيبي على تغيير السرعه. لا بص بقى، انت بتقول له حدنا مش بتاعتك دي، انت حكم، لا ما تتكلمش بقى في الفاول، في بادي كونتاكت اهو وايدك اهي معاها على الكره، منع التصويب وداس على ايديه، لا ما ايوه دي بقى ما مش بتاعتك. وبعدين بتقول لها، بيقول لها انا ما يعني انا، بيقول لها انا عملت ايه، بيقول لها انا عملت ايه، اكيد بترد عليه دلوقتي بتقول له ما انت لو مهتم كنت عرفت ان انت عملت فاول. ماشي، تايم اوت، سيرخيو مورينو تايم اوت. بعض الأسئلة من حبايبنا القراء ومشاهدينا، إيه سبب عدم إلغاء الجامبول، عدم إلغاء الجامبول في الان بي اي واليورو ليج؟ لا بيتهيألي في اليورو ليج، لا مش عارف، ما شفتش ماتش يورو ليج قريب، بس في الان بي اي هي ليهم قوانينهم الخاصة، يعني أنت ممكن تعمل في اللوائح الداخلية أي قانون خاص أنت عايزه، بدليل أن أنت في الفيبا رولز، قوانين الفيبا بتقول لك ان كل مدرب ليه تشالنج واحد فقط. اما في الدوري الاسباني مخليين في الدوري جوه الدوري الاسباني ان كل مدير فني ليه 2 تشالنج، ليه 2 تحدي، ولو طلعوا صح او حد منهم طلع صح، حاجه منهم طلع صح يعيدوا. يعني يبقى ليه واحد تاني غيره. ادي بالنسبه للوائح الداخليه، لكن لما تيجي تلعب امريكا في كأس العالم تلعب بقوانين الفيبا يا حبيبي، تلعب مفيش جامبول في حيازة، تلعب بكل حاجة فيبا يا ولد يا ولد يا ولد. وخطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. الرمية الحرة الأولى بيضيعها،
فاوست. وادي واحدة لكن المتابعة هجومية وبيحط خطفية ما بتجيش، تلم تاني والسكند تشانس. طلع لبره ما تشوف رجلك والخط يا راجل. قال له انت لامس، قالت له انت لامس الكورة ورجلك على الخط. هقول لكم لو في توقف قادم او في تايم اوت قبل الشوط ده ماذا حدث في لقاء الرياضي المستيري، حصل وقع كده وناخد راي حكامنا فيها. وادي تشايلدن ده وعلى التصويب و 3 بوينت شوت، ولكن خطا شخصي على مين؟ ادي هنا بص بص زق وكده دفعه. قالت له خطا شخصي على هذا اللاعب، اللاعب رقم 13 مايك فوفانا. ده ولو اللعب توقف، اللعب اول توقف احكي لك الواقعه اللي حصلت مع محمد الكرداني او فريق الاتحاد المنستيري. هنا خطا شخصي يستوجب اوت من الحد الجانبي. دقيقتين 33 ثانية على زمن نصف المباراة، وأرجو أن حكامنا تتنبه للي أنا هحكيه وأقوله عشان يقولوا لي آرائهم القانونية حتى نثري المشاهد بمعلومة قيمة قانونية في التحكيم. وادي واحدة على طول جوه الباسكت يعزز التقدم الى 26-18. بص الديناي، بص الرقابة اللصيقة. وادي دخل، بص الهيلب سايد، بيترو دلواندا بيعمل دفاعات رعاية. يا حبيبي على الخطوة اللي خدها دي تشايلدن داو، خد الكرة كده بخطوة عشان يحط، يسرق يسبق بخطوة عشان يحط المدافع في ظهره وينفرد بالسلة 1-0. جان جاك سامبا فال ادي بص جان جاك على التصويب متسرعة، لكن الريباوند دفاعي، لكن خبطت في ايده وتطلع اوت. هنا مفيش حيازة. بص هنا، بص الخطوة دي، بص الخطوة اهي، خد الخطوة بالدربلة دي سبق وسرق الراجل. بص الهيلب سايد، خد الكرة على طول وراح حط الكرة جوه الباسكت. ادي هارونا والمتابعة دفاعية، تصويبة ثلاثية غير متقنة. جونزالفيز اللي نزل مرة تانية، ايديه الشمال بيشوط بيها، خلي بالك منها. اوتشيروبي وادي 3-2 وبيطلع لبره، خد الدربلايه يا حبيبي يا حبيبي على الدبل جامب في الهواء جوه الباسكت، روعه. جان جاك عمل واحده، بص بص الكلام، بص بص الدبل جامب ده، حتى علق ايده الكره وخد الكره من تحت وهيئ للناس كلها. ده غير طبعا يا ولد، وتجنب بيها البلوكات. بص اهي طلع في الهواء ونزل ايده كده بعد ما الناس طلعت تعمل له بلوك، وقدر يطلع بيها تانية بقوه زياده. جان جاك نجم فريق اي اس 20. هنا بقى تايم اوت، تعالى نشرح ايه اللي حصل في ماتش الاتحاد المنستيري. محمد الكرداني لقى اللاعب بتاعه بيصوب هولمز، بيصوب رميتين حرتين في اول اكشن ليه في الملعب. راح الحكم وقف الترابيزه، وقفت المباراه وقال لك ايه ده، اللاعب ده مش متسجل، اللي هو اللقاء اللي قبل ده مباشرة، اللاعب ده مش متسجل. يعني ايه مش متسجل يا جماعة؟ ده معانا اهو
ومستلم اللبس وقاعد معانا في 13 لعيب وعادي جدا زي لا ما احنا نسينا نسجله على الترابيزه المفروض ما يلعبش يا جماعه. طب انتوا كرداني بقى هيتجنن، انتوا اللي نسيتوا، انتوا اللي نسيتوا، اتس نوت ماي فولت، اتس نوت ماي ميستيك، مش غلطتي. ده كمان مين الحكام؟ كان وائل ابراهيم وعمرو ابو علو المصريين. قال له يا كابتن وائل انا مش غلطتي، انا مدي الاي دي هات، مدي كل حاجه، والاداري مدي كل حاجه. قالوا له لا يا كابتن بس انت مضيت على السكور شيت ان دول اللي هيتسجلوا يلعبوا، احنا نسينا، احنا غلطنا، بس انت مضيت. وطلعوا اللاعب من الملعب واتعمل عليه تكنيكال فاول برميه حره انه نزل من غير ما يكون مسجل. وطبعا كل الاكشن بتاعته كانت لسه ما فيش حاجه، ده كان اول اكشن في رميه حره في الكوارتر الاول، اول اكشن ياخده، حتى ما سجلش باسكت، لان لو سجل باسكت كانوا هيحسبوه ليه برقمه فكانوا هيكتشفوا. لكن مع اول اكشن للفاول شوتينج وسجل وجي سجل اول نقطه، قال لك مين ده؟ طيب هل الحكايه خلصت لكده؟ لا اكمل بقى في ال 45 ثانيه دول، معلش يعني خلينا مع الماتش كده ونسمع عشان عايز اراء الحكام. في الكوارتر الثالث نص الثالث قالوا له يا كابتن احنا اكتشفنا ان دي غلطتنا واحنا طلعناه بره، بس دي غلطتنا، كمل بيه لو عايز. هو فعلا معاك من البعثه وفعلا من لعيب الفريق واحنا اللي ما سجلناهوش طاوله التسجيل، يكمل. فبدا ينزل بيه كرداني في بدايات الفتره الرابعه. هنا القانون والكرداني خسر او المينستيري خسر، هل القانون يتيح للكرداني الاحتجاج والاعتراف بالخطا انه نزلوه بعد كده؟ انا بقول حاجه كسند قد يكون البي اي ال ليهم تصرف فيها وممكن يعادل المباراه او حاجه، واثر الكلام ده على نتيجه المباراه ان اللعيب عندي انا بنزله في الكوارتر الثاني، لعيب عندي مهم بنزله، اللاعب رقم 14 بنزله، وانتوا اللي بتقولي لي لا، وانتوا اللي ما سجلتهوش بحجه ان انا مضيت ما شفتش، لان عمري ما في اي مدرب، انا وانا مدرب بيجي الليست انا بمضي على خلاص، ما انتوا سجلتوا الكارنيهات اللي انا مديها لكم، فعمري ما يعني ما مش هبص على مين اتسجل ومش هراجع. لكن هو مضى فاستندوا لدي. عايز حكامنا الدوليين وخبرانا التحكيميين يقولوا لي هل الاتحاد الرياضي المنستيري له الحق في الاحتجاج ولا لا؟ انا ما اعرفش، لكن هتبقى معلومه جديده بالنسبه لي. له الحق في الاحتجاج بعد المباراه خطا يستوجب اعاده مباراه ولا لا؟ انا ما اعرفش، لكن وقع غريبه في بطوله مهمه زي دي الباسكت بول افرو لي تحت رعايه الان بي اي في خطا من طاوله التسجيل. لكنه انا بحكي لك الحكايه بتفصيلاتها، انا ما كنتش عارف اللعب توقف لمده 5 6 دقايق ليه، لكن توقعت كده. لكن بعت بالسوشيال ميديا طبعا للمصريين اللي موجودين في ارضيه الملعب، زياد كابتن زياد الببليك اناونسر حكى لي الحكايه وقال لي كده، بس قال لي هم سمحوا دلوقتي للكرداني ان الراجل يلعب، هو برضو شايف في ارضيه الملعب وقعه غريبه. فارجو من حكامنا ان هم يقولوا لي هل له الحق في الاحتجاج، القانون بيقول ايه؟ هل مضى يبقى خلاص فعلا ما يلعبش خالص وهم جاملوه؟ القانون بيقول ايه؟ خلينا مع الكالندور و28 23 ده في اللقاء اللي قبل ده مباشره، وبرده خسر الرياضي المنستير. ميديم شوت روعه من هارون امادو تضيق الفرق للثلاث نقاط فقط، باقي ثانيه صوب يا راجل بلوك رائع بلا اخطاء شخصيه ينهي بيه النصف الاول من المباراه. أداما دياكيتا بيرفض، بص الكلام، بص البلوك في الآخر أهو، بص أداما دياكيتا عمل له بلوك، يا عيني أهو بيبص له، قال له كان يو سي مي. إذا ينتهي النصف الأول من المباراة أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، استراحة قصيرة نعود بعدها لننقل لكم النصف الثاني من المباراة، فستستطيع أن تذهبوا بعيدا لمدة 15 دقيقة. مرة أخرى أعزائنا المشاهدات والمشاهدين، لون تايم سبورتس في كل مكان،
أعود إليكم وليد أبو سريع لأسعد وأنقل لكم النصف الثاني من اللقاء المثير، ولكن سكوره ضعيف جدا. هل له قوة الدفاع ولا 8 نقاط فقط لهارونا أمادو أمام نيكولاس فاوست 4 نقاط. الريباوند 1-2، أسيست 1-3، 8-17 يتفوق هارونا أمادو. أدي الجيم ستاتس كومباريزون، مقارنة بين الاثنين لعيبة. ولكن مايك فوفانا هو أكثر من شارك في فريق اي اس دواني، حيث شارك في 20 دقيقة، لم يتم استبداله حتى الآن. أما على جانب الفريق الأنغولي فنجد ان تشايلدونداو 13 دقيقة 22 ثانية، اكثر واحد مشارك في هذا اللقاء حتى الان. انتهى النصف الاول بتقدم فريق بيترو دولواندا 28-25، ولكن لا تعتقد عزيزي المشاهد أن المباراة انتهت. هارونا أمادو هل يكون له رأي آخر أم دومينيكوز هذا اللاعب سيرفض أن فريق اي اس دواني يتقدم؟ الحيازة التبادلية، ابتدى اللقاء بيخبط على راسه، طبعا زي ما احنا عارفين مش وجعه ولا حاجه، ده تكتيك متفق عليه. هيد دخل بنتريشن والكره اتنتشت منه، حاول يجيبها تاني والحيازه مفيش. الثواني معديه، بص فوق 5 ثواني لان مفيش حيازه للفريق الاخر. خلي بالك الثواني بتعد على 24 على اللي كان معاك كوره، لان مفيش حيازه خدها فعليا الفريق الاخر. بص هنا كام واحد، 2 4 مع بعض، فيهم واحد داخل يشاكس، 5 واحد انسحب، واحد طاير اهو جاي اوب، والتاني جاي طاير عليه. قال لك ايه ده، في هنا حفله. قطع شخصي على دومينيكوز هنا. لا بيشوف هنا، لا دي الاشاره دي غلط يا دومينيكوز. هو هنا بيطلب تحدي على فكره، بس هو عايز يطلب تحدي، بس معظم اللعيبة مش فاهمة طبعا اشارات الحكام. الاشارة دي معناها تشيك فار اوفيشال ريفيو، الحكم هو اللي يعملها للطاولة عشان هو اللي يعيد، عشان هو اللي يتأكد من قراره. لكن هو هارونا امادو بيقول لي سيبك من الحكام والاي ار اس اوفيشال ريفيو او التشالنج، وخلي بالك في الرمية الثلاثية دي. ادي 28-28، وادي جان دارك، جان جاك، جان دارك ده السنغالي النادي. ايه الفرق بقى؟ قلنا هو بيطلب الاشاره باصبعه السبابه الدائريه دي، اي ار اس اوفيشال ريفيو، او يرجع يعيد رسم. طب لو المدرب هو اللي عايز تشالنج يعمل له كده، يقول له ما يفتكر ان هو بيكلمه بقى فاهم، يقول له لا انت ما مش حشيك على القرار ده، وهو قصده عايز يقول له تشالنج. لا تشالنج، دومينيكوز 4 أخطاء شخصية. التشالنج إشارة الشاشة المستطيلة، المدرب اللي عايز يطلب تشالنج أو تحدي يقول له الشاشة، يعمل له إشارة الشاشة. هنا المدرب الحكم يفهم إنه طالب تحدي، يروح شايف الشروط، هل تنطبق على هذا التحدي عشان أديله تحدي وأبص عليها ولا لأ؟ إيه الشروط؟ نتكلم في موقع اخر وموضع اخر عن الشروط بعد كده لما يبقى يجي تحدي. دينداو عكسية، زون ديفنس، واو عايز يحط بوم بوم لكن مفيش، واخدها منه متابعة دفاعية، خلي بالك ريو خطفها منه تاني. جونزالفز في صفرة، في صفرة، في صفرة،
يوجد صافرة في ألم كمان. بص تشايلدن ده بيقول له افهم انا لما شديت الكورة انت خلي بالك انت ما مش عارف ايه ونجري وهم لامنين تحت، بس بيقول له كده طبعا باللغة البرتغالية. هنا اعتقد هنا الحيازة مفيش ثواني، اعتقد في تعديل للثواني. صح 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 قوي قوي قوي، برافو برافو. تنبهت ان الثانيه اتغيرت وهي لا، هي خد الكره من جديد، كان فيها حيازه فتجدد له زمن هجمه ب 24 ثانيه في نص ملعب الخصم، لان الكره كان حازها بالفعل الفريق السنغالي. يعني ايه بعد ما خدها؟ خدها ثم اتخطفت مني، فلما اتخطفت تاني بقى اصبح لفريق لواندا 24 ثانيه. لكن بص شوف اول تقدم، وقلت لك المباراه لا ده مش اول تقدم، ده 33. يبقى انا فاتني نقطة 32 ولا 31 دي اتحسبت باتنين. جاب رمية من رميتين ما خدتش بالي. ماشي ادي المتابعة من كي دي يانيك موريرا يسجل ويضيق الفارق وهو الخسران دلوقتي. هيد بيلعب هيد جان جاك هارونا عدى من السكرين وطلع له الهيلب اند ريكفر، خطف الكورة لكن بخطأ شخصي على ما يبدو. خد الكرة بتهيألي ما فيهاش حاجة، قال لها بصي في هناك واحد اهو شايفنا. هل في تايم اوت ولا ايه؟ بص الراجل الهادي، ادي الاعادة. لا دي اعادة للثلاثية. لاعب جامد برضو اللاعب ده جان جاك. هل في تايم اوت ولا في توقف؟ الحكم بيشوف الكاميرا مش مديانا، المصدر اللي الصوره جايه هناك مش مديانا. جان جاك سنغالي الجنسيه اصلا. فيهم على فكره محترفين من نيجيريا. وبيكبا وهارون امادو. طيب الصوره طبعا بالفعل جالنا من المصدر اوفيشال ريفيو اهو. بص بقول لك في اعاده، هل دي بثلاثه باثنين من حق؟ هي دي بقى الاعاده باصبع السبب هنا بقى. ايوه نور شويه كده حكي، نور افتح لنا كده بس عايزين نشوف معاك. ماشي بيشوفوا الاعاده، شوف القرار. الاول مو دولة، وهنا طبعا بيسلموا على بعض، يعني بقالهم فترة ما شافوش بعض، كان واحد على الخط وواحد بيلعب. باتنين حسبتها، باتنين مش بتلاتة. بتقول لي زيادة اهو، زيادة البابليك اناونسر المصري عشان يقولها للجماهير. ايوه اهو زيادة اهو، شرفنا زياد والله. الحكم المصري جميل، بابليك اناونسر في هذه البطولة. اوت من الحد الجانبي و 32-30. طبعا اللعب لسه متوقف 7 دقايق 48 ثانية. مش عارف يدي مين، بص الديناي، بص قافلين في الدفاع زي، لكن مرر الكرة تحت وحط كورتو جوه الباسكت. لا 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 34-30 يتفوق اي اس 20 مايك فوفانا. وادي كرة واتخطفت وطولية وانفراد، هل فيها بوم بوم؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ليك حق يا ابني يا حبيبي على التمريرة، يا حبيبي على التمريرة والاسيست، وفيها بوم بوم
فيها دانك. ايه تعال شوف كده، تعال شوف الراجل ده بيعمل ايه، بيعمل ايه يا ولد يا ولد. والله التمريره فكرتني بتمريرات هشام ابو سريع، يعني واحده كده كانت للصناديلي والصناديلي يخش يرزعها على طول ايام لما كان ما فيش بوم بوم، كان في دانك واحده على طول وعمادو تاكيس. واللعيبه طبعا اللي لعبت في جيل هشام عارفه الكلام ده. تمريره ولا اروع من الحاجات الممتعه في هذا اللقاء. Every flight is a journey of commitment. We prioritize the transportation of our customers' goods. Our cold storage facilities maintain freshness for perishables throughout the journey. Our warehouse is designed to handle a diverse range of goods with care and efficiency. Our team is committed to ensuring every aspect of your shipment is handled with precision and care. We comply with industry standards, implementing rigorous quality control measures to guarantee the safety and security of your cargo. Our fleet's cargo compartments provide ample space to accommodate a variety of products. We commit to timely delivery, ensuring your goods arrive fresh. From safely handling your cargo to providing updates, our team is always here for you. انتهى التايم اوت الاعلاني او انتهت الاعلانات، و 36-30 في اجمل اسيست في المباراه حتى الان. لعبه من الالعاب الممتعه اللي بتخليني استمتع باللقاء. واحده كده يعني من الظهر على طول اسيست ولا اروع، خادع. والراجل ترجمها ترجمه حقيقيه وعملها بوم بوم. ماشي، ناس كتير بعتالي وبتسالني بتقول لي يا كابتن وليد ايه اسباب خساره الاهلي المصري زعلان. هو طبعا ليس مجال للحديث، هم ادرى طبعا الاهلي يا ولد على التمريره. الاهلي ادرى بأسباب خسارته ايه، اللي اكيد في حاجات في اوضه اللبس احنا مش عارفينها هم عارفينها، لكن بعض النجوم اختفت، بعض النجوم اتبدلت عشان برضو نقول الحق، لان كان في مروان سرحان ومهيب خرجوا من الليستة وهم في التوب فورم. مش معنى كده تقليلا من عمر عزم او سيف سمير، لكن انا بتكلم اختيارات المحترفين لم يكونوا على المستوى اللائق او المطلوب. احنا هنا بندافع عن كيان الاهلي اللي بنشوف اسباب خسارته ايه لهذه البطولة اللي كنا نتمنى ان يحرزها في كلقب تاني للاهلي في بطولة البي اي ال. لكن كلها طبعا في الاخر تقع على عاتق اوجوست جول بيبوش، هو اللي بيغير، هو اللي بيحط، هو اللي بيلعب الناس، هو اللي شايف ان ده اكفأ دلوقتي براحته. لكن يعني اداء ما كان غير متوقع من الاهلي المصري، ويعني ما حصلتش ان هو خسارتين في البطوله كده يخرجوه من البطوله على طول، ما كانش ينفع. جونزالفيس تصويبه 3 بوينت شوت، قلت لك خلي بالك من ايديه الشمال. 36-33، 6 دقائق 25 ثانيه. هارونا امادو بيطلع لبره لكن للباك زون، جان جاك ما لحقهاش لان نزلت على الخط، اسمها يبقى رجعت الى المنطقه الخلفيه او هو داس على الخط، يعني يا الكوره نزلت على الارض او رجله داست على الخط. بعد ما عديت المنطقه الاماميه لا يجوز ان ترجع وتعود الى المنطقه الخلفيه. بعض حكامنا ردوا علينا، كابتن وائل ابو العزم حكامنا الجميل، وقال لك دي مسؤوليه الموضوع اللي كنا بنسال فيه الحكام بتاع الكرداني، قال لك دي مسؤوليه المدرب، طالما مضى خلاص، طالما وقع يبقى هو موافق على ما جاء بصحيفة التسجيل، يبقى يتحملها طالما وقع. عشان كده هما بس كده، فبنعتبر إحقاقا للحق إن لجنة المسابقات جملت المونستيري أو قالت له خلاص اللعيب يلعب لأن خطأ ترابيزة ومش معتاد، لكن المفروض طالما مضيت خلاص فمش من حقه طبعا. إن هو عايز يقول لي إن هو مش من حقه إن هو يحتج بعد المباراة، ده السؤال اللي كنا بنسأله لحكامنا الدوليين وخبرائنا القانونيين في القانون اللي افقه مننا بالطبع. تشايلد دوندا جونزالفيز بيغير اتجاهاته، بص ورايح وسرعته قافلها له يا ولد، نط قافل. اوه فاول، فاول باينه من هنا، ايوه فاول فاول فاول، ولو بثلاثه احنا مش شايفين، هيصوب ثلاث رميات حره. خمس دقايق 54 ثانية،
مش عارف لسه باقي 5 دقايق 54 ثانية والتايم اوت في الميديا جه بدري شوية، كان لازم بعد الخمس دقايق الثانية يعني في الخمس دقايق الثانية من منتصف الكوارتر الثالث. بس ماشي 11 بوينت 2 ريباوند 3 اسيست ثيرد بيرسونال فاول هارونا امادو عبد الله امادو جاية من احمد هناك الاسم ومامادو من محمد يعني مامادو محمد يعني محمود ما نعرفلوش حاجة. جونزالفز الرمية الحرة الأولى الثانية بيسجلها لكن الأولى لأ. 36-35 بيقولهم العبوا تكتيك رقم 2 هناك في الأوفنس وبيقولهم هنا 2. بنحاول نقرا طبعا بالإشارات لأن اللعبة كلها إشارات. ودي بيضيع الرمية الحرة الثالثة بوضع غريب. التقدم الان لدواني السنغالي وتصويبة 3 بوينت شوت ما بديش توع من ايد كي دي. يا راجل دي تمريرة يا راجل دي تمريرة يا راجل دي تمريرة يا راجل تمريرة باونس باس بهذه الطريقة ترن اوفر غريب بفاست بريك رايحه ادى الرمية ثلاثية ما بديش والريباون متابعة هجومية جوه الباسكت متابعة هجومية ولا اروع من كريستوفر اوبيكب النيجيري. برضو ده كلام ده كلام على التمريرات دي بيمرر من الوضع نائما 1 اون 2 واحد على 2 اوه جاله اللي وراه على طول جوه الباسكت واحد على 2 اداله اول واحده بلوك حلو قوي في البورد وقال له اهو ابص ده بص ده اه يا عيني اه التانية ما لحقهاش معلش كان فاكر ان في ناس هتغطي معاه حط الكرة جوه الباسكت. الله المباراة ممتعة فيها لقطات فنية حلوة. ادي 3 بوينت شوت لا مفيش دخل من البيز لاين ومرر حلو قوي كي دي يحط لا مش كي دي ده جاك ابو بكر جاك وهنا رجع دفاع منطقة بقى بص الشكل اهو 2 3 لكن طبعا مع طوله بص كمان في ترابات وعكسية وادي جاك جاك ولالا 3 بوينت شوت جوه الباسكت يا حبيبي يا قلبي هنا بيقول له هو يلعب رجع دفاع ادي جاك المان تو مان كي دي بيمرر يحط لياب ايزي لياب على طول بويامبا جلوفاتي بويامبا جان جاك هارونا امادو بص للستار والسكرين او بيقول لهم ماسكين التيشيرت عدى في الهيلب اند ريكفر وعمل فيك حلو قوي 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 جان جاك تسونامي رميات ثلاثيه يمطر سله بترو لواندا دولواندا ب 21 نقطة حتى الآن وفي ناس بتقع في النص هو جان جاك جونزالفز هل يرد لكن واحدة متوسطة بدا ما فيش هل بترو لواندا بيفقد أعصابه دائما ما بيخسر في اللقاءات في الآخر على فكرة بترو دولواندا ده يبدأ كويس جدا وبعدين يخسر عادي جدا ادي 3 بوينت شوت تشايلد ونداو بيدور على الكرة قال لك هو راح فين ده رجع بدربلاه ازاي ده انا جاي له بلف له كده قال لك يا عم حد قال لك تلف له كده واجه الكوره وسي مان سي بول قالت له يا عم جان جاك العب العب سيبك من كلام المدرب دلوقتي بيكلموه ماشي العب الاول 46-40 3 من 18 معقوله النسب 3 لا 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 اوعي تكوني حسبتيها فاول لا ليك حق لا ليك حق كلوباتي بويامبا لا 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 ما فيهاش حاجة لا انا متضامن مع اللاعب انا متضامن ليك حق يا ابني بويامبا ده بلوك ولا اروع ده حتى لو في بادي كونتاك تحت كده مشيها يعني هو بيقول له يعني شايف بيقول له دي فاول فلسان الحكم بيقول له يعني مش عايز مش قادر يرد عليه طبعا هارونا امادو طبعا ضيع الرميه الحره الاولى
ودايما لما الحركة دي تحصل كده عندنا في الدوري المصري اللاعب ما يكون مش مقتنع بالفاول والحكم يحسبها كده واحدة زي دي فيضيع الرمي الحر الأولى فيقول بص ربنا ضيع الرمي الحر الأولى يروح الحكم ردد عليه يقول له طب ما هو جاب التانية. شايد دون داو يعني بتبقى يعني حاجات كده ما بين الحكام واللعيبة طبعا. كومينز اللي نزل دلوقتي دون داو 47-40 الفرق يتسع للسبع نقاط بهدوء مامادو جايه وادي واحدة وبيزو اها جوه الباسكت كومينز هدوء مامادو جايه روعة هذا الرجل روعة روعة اداش ياك اللي بيسلوم كمان النضارة النظر يعني بقى خلي بالك ادي واحدة ليب جوه الباسكت ليب رائع جان جاك نجم حتى الان جان جاك هو وهارونا امادو ادي واحدة وديناي رائع بيقول له بص بيقول له مان تو مان بيقول له خلي بالك دقيقتين اهو دقيقتين العب الدقيقتين دول مان تو مان بيقول له كده دقيقتين مان تو مان اوت على مين وراجل يا راجل كان باقي ثانية ونص من زمن الهجمة فعايز يديله الاوت عشان يشوت لكن التمرين جت سريعة شوية فطلعت اوت ادي او 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 جان بول الحيازة التبادلية كل واحد ياخدها مرة 49-42 الحيازة هذه المرة لمين بما فيهم طبعا ايوه بما فيهم بتوع الكوارتر طبعا بيتحسبوا في النص ادي تصويبة 3 بوينت شوت ما بتجيش والمتابعة دفاعية خلص الكرة جان جاك بياخد من الستار وعلى التصويب 3 بوينت شوت ما فيش كارلوس مورايس ادي الانسايد جيم واوت على بيترو تولواندا طيب كنت برضو بستفسر عن ان ازاي الميديا تايم اوت اتاخد بعد الخمس دقايق حكمنا جميل كابتن شيكيو يرد عليا بيقول لي الميديا تايم اوت لو في مدرب طلب وقت مستقطع قبل الخمس دقايق يتحسب بتاع الميديا فيبقى 90 ثانية ويتحسب ميديا في الاول يعني يستفاد بيه كمان التاني وبيكون من ضمن عدد اوقات المستقطعة للفريق ده اوكي يعني يتحسب ميديا لكن يتخصم من رصيده في التايم اوت ماشي شكرا وادي واحده ثانيه اوه ايزي لاب تايم اوت سكند تشانس بوينتس على طول 8-18 بيترو دولو واندا الفريق الانغولي يترنح وسط دفاعات قويه بيعملها جان جاك ورفاقه بص بيبص ورزا قال له ها هتحصلني ادي ايزي ليا وهو مش عايز احط واحده بوم بوم تايم اوت برضو كابتن ايمن الجوهري بياكد لي نفس الكلام لا حق للمدرب طالما الحكام وقع التسجيل والمدرب وقع التسجيل كان لازم المدرب يتمسك بان قائمه البعثه 12 ماشي حتى لو خطأ من الحكام في مادة اسمها correct mistakes طبعا
بس دي مش كوريكت ميستيكس طالما المدرب وقع على لا مش الخمس لاعبين اللي هينزلوا ده ال 12 ده الواقعه انت ما حضرتهاش يا كابتن ايمن كده لما شرحتها. طيب جماهيرنا الجميله لما ذكرت الاسيست بتاع الاسيست الجميل اللي قلت فيه هشام ابو سريه يعني تمريره من بتوعه بعت لي وقال لي ان هشام ابو سريه اول واحد يحترف في جنوب افريقيا. صح معلومه سليمه. انا سالت قلت له معلومه ده ولا سؤال؟ فكرت بيسالني قال لي لا دي معلومه. قلت تمام وعلى فكره انا اخوك كبير فانا عارف الموضوع. بعديها كمان احترف هاني عبد المنعم نجم الاهلي معاه السنه اللي بعديها ثم نادر زكي كمان ثلاث لعيبه لعبوا هناك في ساوث افريكا. وكمان هشام كان من ضمن اللعيبه اللي لعبت مع نادي سبارتانز في ممثل لجنوب افريقيا كاول لاعب مصري يلعب ضد الانديه المصريه في بطوله 96 افريقيا ضد الجزيره والاتحاد في الاسكندريه. كان سبارتانز مشارك وكان هشام مشارك. ادي واحده تشايلد اون داون بيمرر ليه كومينجز وعلى التصويب تصويبه 3 بوينت شوت في اخر زمن ل 24 ثانيه لكن بيصوب ما بديش. كمان في لاعب مصري لعب تاني ضد انديه مصريه هو حسن عطيه نجم الاتحاد السكندري ده تاني لاعب بيشارك وشارك في بطوله البي اي ال اعتقد النسخه رقم 2 شارك مع اي اس دواني اللي بيلعب ده. وبعدين سيف هنداوي برضو شارك مع بيترو دولواندا كلاعب رقم 3 اللي هو الموسم ده مع الاهلي كلاعب اكاديميه الان بي اي عشان نبقى قلنا الثلاث لعيبه. ادي الدانك اوف ذا جيم كان من نصيب كومينجز. ماشي ادينا بقى البلاي اوف ذا جيم اكيد اللي فيها الاسيست. اتمنى يعني انا اختار اللي فيها الاسيست اللي هو واحده كده بصاها بظهره. ورينا البلاي اوف ذا جيم ولا 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 اتذاعت ايه ولا انا ما شفتهاش. ادي الدانك اوف ذا جيم. ماشي تلاتة وخمسين اتنين واربعين 11 نقطة يتفوق بيهم اي اس توان. هيبدأ الزمن الفترة الرابعة والنتيجة 53-42. الغريبة ان الويب سايت بتاع البال لما بتشوف الستاتس لايف ذاكر الان ان النتيجة 56-42 ما اعرفش ليه يعني البي اي ال الويب سايت اللي بتشوف منه الستاتس لايف كاتبها كده لكن احنا خلينا طبعا مع نتيجة المباراة فوق اهي مكتوبة معلش ما خدتش بالي يمكن البار ده هو اللي غلط لو طبعا مش قادرين نبلغ لو قدرنا نشوفها من فوق
هنحاول نقطع، لكن كاتب ان النتيجه 6-5. هل البار اللي غلط؟ ادي تيم كومينز، وادي مخالفه المشي بالكره. احنا طبعا الصوره جايلنا من الماستر كده، اللايف ستاتس جايب لنا ان 56-42. عايزين نشوف نتاكد، بس طبعا مش هنعرف نطلب مارشي. طبعا لكن هنا على البار مكتوبه 53. في صفره هناك، دي حاجه طبعا لازم يعني انا ادور عليها، بس مش عارف ادور عليها ازاي على الشاشه. هنشوف كده لو اللوحه اللي جت اللي فوق نحاول نلقط. ادي هارونا جان جاك، وادي عكسيه، ودربلايه وميد يم شوت ما بتجيش. لا لا لا، هو طبعا بادئ بدايه الفتره الرابعه كان 56-42 يا كابتن شكيل. انا عارف طبعا اللي انت بتقوله، الصوره جايه متاخره. لا، البار مكتوب 53 والستاتس مكتوبه 56. ادي جونزالفز على التصويب ما بتجيش، والريباوند اهو جان جاك. يعني مع بدايه الفتره الرابعه، وادي تصويبه ما بتجيش، وتحت الباسكت اطلع، مفيش كيك اوت لبره، ومتوسطه اهي مش بتلاته حتى. يبقى دي كده 55 على البار. اللوحه فوق ما نعرفش. الاستاتس هنا، ادي التصويبه تانيه مفيش. جان جاك، هي برضه 53. بص هنا ما اتغيرتش رغم ان في باسكت جه. اعتقد البار مش مظبوط. 58-42. وادي واحده 3 بوينت شوت يا حبيبي. اوه بوم بوم، تفوق ملحوظ لفريق اي اس دواني على بيترو دولواندا اللي بينهار تماما. اللوحه هناك اهي 56-58 صح، يبقى الفوق صح، هنا 53 دي غلط. وادي واحدة تانية واتخطفت، وايزي لياب. تايم اوت، 53 لسه مكتوبة. لا احنا كده مش هنصدق. البار والشريط بيغلط اهو يا جماعة. الجماهير السنغالية تحتفل، رجال ونساء. وادي اهي بص كل النساء والسيدات. يا حبيبي دي بقى اهو، يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد، بلاي اوف ذا جيم. فعلا اجمل لعبه في المباراه، تمريره ولا اروع. بص الكلام، بص التمريره، شاك وراح في الهوا، قال له خلاص، قال له تعالى معايا انت وسيب الكوره، راح الراجل على طول ممرر تمريره ولا اجمل، وحطها الترجمة حقيقية. بوم بوم، برضو لسه 53. لا ده بتاع البار، ايوه 62 يا اخي. يعني كنا هنقول لك ان بتاع البار كان مريح شوية، معلش اللي مشغل البار هناك كان يعني بيجيب حاجة شوية. 7 دقايق 59 ثانية. جان جاك 27 نقطة حتى الآن، لاعب 26 دقيقة. أما هارونا عمادو 29 دقيقة، جايب 15 نقطة، وهم دول هدافي فريق اي اس دواني.
على الجانب الآخر 42 نقطة متوزعين لفريق بيترو دول واندا دومينيجوز، أكتر واحد من جايب 7 نقط. المباراة تسير في اتجاه دواني، وادي نزل مرة راهو ما فيش، لكن اوت على بيترو دول واندا. لمسته؟ لا ما لمستوش. عليك الفريق السنغالي قوي، وحنشوف في دور السيمي فاينل والفاينل حاجات ممتعة، حاجات ممتعة. كنا نتمنى ان الاهلي طبعا المصري يكون جوه، لكن هنشوف حاجات ممتعة. يا حبيبي يا حبيبي يا راجل يا راجل، وبتعمل فاول. مادو تاكيس، ادي بص 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 الجمال في المدرجات. مادو تاكيس يا راجل، ده مرر لك تمريرة بلسم بلسم، حط ريفرس لاب، وكمان بتصلح الخطأ بخطأ. جنب قول ايه يا راجل؟ نيجاتيف رياكشن، تصليح الخطأ بخطأ. بوزيتيف رياكشن، تصليح الخطأ ان انا اجيب الكورة من غير اخطاء. كونز ألفيز لا يستطيع المقاومة للياقة البدنية العالية. مين؟ لواندا. لواندا، بيترو دي لواندا يا كابتن وليد، لا يستطيع اللياقة البدنية. في كل بطولاته بيحصل كده. الفارق يصل لعشرين نقطة. هل السن وكبر السن؟ بص قلنا كومينجز 38 سنة. تعال نشوف معدل الأعمار عشان يبقى كلامنا مظبوط. جوه الباسكت رامي حرة الأولى، معدل الأعمار 28 في 32 35 38 33. واحد وتلاتين برضو فاوست. في بعد كده 26 وسبعة وعشرين وستة وعشرين وتمنتاشر. مين 18 ده؟ ده نيتو طبعا، ده ما بيلعبش خالص. أجينالدو نيتو اللاعب رقم واحد، ده جاي معاهم يعني مع 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 أولياء أمور. بيلعب مع أولياء 18 سنة وفي 38، يعني 20 سنة. يعني ممكن يكون كومينجز 38، عفوا مورايس 38 سنة، عنده ولد عنده 18 سنة. طبيعي يعني الأعمار متفاوتة، بس كبر السن ما تستطيعش إن أنت تواصل 40 دقيقة بنفس القوة مهما كانت مهارتك ومهما كانت. إذا المباراة تسير في اتجاه السنغال. إحنا برضو بنحلل وإحنا ما نعرفش، لكن بنحاول نحلل ليه في النهايات بيحصل كده مع بيترو لواندا في البطولات دائما. الاعمار ماشي. ادي بويامبا، كلوباتي بويامبا عمل واحده متابعه وحط الكره، لكن بيقلل الفارق ل 16 نقطه. الفتره الرابعه الاخيره والمباراه تبدو سهله الى هذا الولد الشقي مامادو جاي. وادي المدرجات، باسكت جميل بيلعبه فريق دواني السنغال. خطا شخصي على دون داو، قال له اهيت له، بتقول له هولدنج. 62 46 6 دقائق 11 ثانية. خطا شخصي على بويامبا، بيرفع ايده ويعترف. ادي ماسكو ماسكو ماسكو. ما شفناش الوقت. خلي بالك، خطأ شخصي لأنه بيحاول يستلم الكرة فارتكب خطأ شخصي عكسي. اوفنسيف فاول. غدا راحة تامة لكل الفرق الأربعة اللي تأهلت.
يوم الاربعاء القادم ان شاء الله السيمي فاينل، كل الاربعاء الفايزين يلعبوا. ايه ده يا راجل؟ مشيت معاه مش عارف، حاسس ان هو ماشي بالدريبل بطريقه غير مدروسه، دريبل عالي قوي وواسع وهو مش متحكم فيه. تون داو جاكو طارت من ايده، لكن بص هنا وقت ال 24 ثانيه بيكمل، باقي اهي جنب 5 دقايق 49 دي 3 ثواني 3 اجزاء عشان تبقى عارف البار شغال ازاي. والفورس دي فورس كوارتر 46 نتيجه 62 نتيجه. الاخطاء الشخصيه وصوب على طول قبل الزمن لا يجدد عادي جوه الباسكت ان وان مور شوت. طالما لمست الحلقه بيجدد زمن الهجمه، لم الكره وحطها جوه الباسكت. كي دي زقها له حلو قوي. تايم اوت، عايز يفوق لعيبته شويه. مامادو جاي هنقول لهم الجيم ما انتهاش، مش معنى ان انت وصلت ال 20 بونت في 6 0 ران دلوقتي من 62 42 وصل الى 62 48. رغم ان هو كسبان استفاد فعلا بالتايم اوت وحقه. ادي السمري يعني تيم كومباريزون بينهم وبين بعد 27 نقطه. جان جاك 27 نقطه هذا اللاعب لازم طبعا ياخد الكاميرا معاه. طيب الزميلة الجميلة المراقبة للمباريات الدولية اللي مشرفانا ايضا في المحافل الدولية هبة الحديدي بتقول لي نفس الكلام، ان اول تايم اوت بيطلب ونظام البي اي ال مختلف عن الفيبا، وده صح جدا وشرحناه ان اول تايم اوت دي كانت معلومة جديدة بالنسبة لي النهاردة، وبسعد جدا لما بلاقي الناس تبعت لي وتقول لي حاجات جديدة عشان دايما نثري المشاهد بالمعلومة الصح. مش عارف يجري ازاي لقاها لكن رجعها بره تاني اهو. كي دي بيدي تاني، قال له على التصويب صوب جاب، لا ما جابش. هيبة بتقولي نفس الكلام ان اول تايم اوت بيطلب لو ما كسرش الدقيقه 5 بيعتبر للميديا ويبقى 90 ثانيه، يبقى 90 ثانيه مش 60، ويتحسب من رصيد المدرب. حكام الترابيزه اللي عملوا المشكلة كابتن عاصم. حكام الترابيزة طبعا من روان. ادي تشايلدون داو طارت منه ولكن اوت. وادي واحدة على طول 3 بوينت شوت تضيق الفرق ل 10 نقاط. خلي بالك ان من 62 42 في 10 زيرو رن حتى الان، 3 بوينت 4 25 6 25 فرق رميتين. وادي مرر الكرة وحط اي حاجة وطلعها بره واوت من الحد الجانبي. في تيرن اوفر وفي استهتار بالجيم من فريق اي اس 2 لو فضل يستهتر في الجيم الملعب بيدي للي بيديله في الملعب حتى لو كبار السن على فكرة.
يعني مش معنى ان انا قلت كبار السن هيخسروا، لا مش شرط، يدي لمن يعطي. هذه هي كرة السلة. تشايلد دوندا 4 دقائق 17 ثانية، 10 نقاط. وادي واحدة تانية على طول عشان تخلي الفارق الى 62-54، 8 نقاط فقط. وادي بدأ بمان تو مان بريس. اوه تيرن اوفر، الراجل مش عارف يعمل ايه، الراجل ممضوا جاي، الناس ما بترجعش، كمان في ناس ما رجعتش. بص في 2 راجعين براحتهم، هم بيقولوا له برجعوا. في ناس اتطمنت، لابد من تغييرات، لابد من تغييرات، في ناس اتطمنت للجيم. ادي خروج لجان جاك. اين جان جاك واين هارونا؟ هارونا في الملعب، الكالندور ايضا في الملعب. جان جاك بياخد راحته دقيقتين، هياخد نفسه دقيقتين واكيد هينزل تاني. اسمع مني، تشايلد دوندا الدفاع قوي كمان. ال تشايلد دوندا جونزالفز المصوب الجيد، واحده 3 بوينت. وادي مخالفة ال 24 ثانية، لو كانت لمست الحلقة كانت ذهب. 3 دقائق 34 ثانية على نهاية المباراة. وادي مادوتاكيس، الكالندور يدخل واحدة سلمية وطلعها بره تاني. وادي حجزها ولقاها حقه، مفيش مشكلة خالص، بس مش عارف يدي مين. ادى الهوا، بص الضغط الدفاعي بيولد تيرن اوفر واخطاء. الراجل مش عارف، الفرق قلل 8 بولت. 12 زيرو ران، 62 42 صح، 20 بولت، 62 54. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد، قال له طب تعالى غير شويه انت ما بترجعش. كريستوفر اوبكبر، والراجل اللي جنبه ده النهارده ما نزلش خالص، لعب الجيم اللي فات. تشايلد دوندا تمريره حلوه قوي، 3 بوينت شوت ما بتجيش. يلم الكالندور ويدي هارونا، الكالندور بص عمل له سكويز كده وطلعه بره خالص في نص ملعبه، ما يقدرش يستلم. بص الضغط، وادي اول سل. اوه جول تندنج، جول تندنج، لمست البورد، مش من حق اي لاعب يلمسها، مدافع بعد ما لمست البورد عمل البلوك يبقى باسكت اهي. بص لمست، شكرا، لا ما تمنعهاش يا كابتن، اكن دي فوق الاسطوانه الوهميه، اكنها هم هنا بيقول لك باسكت. اه باسكت، ما تقلقوش يا كباتن، احنا برضو صاحيين وهنقول لهم انه باسكت يعني. ادي تمريرات تشايلد دوندا، جونزالفز فاوست. خطا شخصي على ادام دياكيتا اللاعب رقم 28 لصالح فاوست، عمل فيك حلو قوي فاوست ودخل، بس يعني ماشي ماشي، الحكم اكيد شاف احسن من كده. 64 54، دقيقتين 15 ثانية. هيبدا شوية يعني، ممكن دلوقتي ينزل جان جاك بقى، خد نفسه تعالى، او الدنيا لو قربت شوية. ادي ضيع الرمية الحرة الأولى بغرابة شديدة، فريقه في أمس الحاجة لأين. طيب برنامج البطولة قلنا بكرة راحة، والأربعاء لقاءات السيمي فاينال، يتحدد الاثنين اللي هيكسبوا يلعبوا الفاينال يوم السبت. طيب يوم الخميس الخسرانين، لا الخميس راحة خالص لكل الفرق. طب يوم الجمعة الخسرانين من السيمي فاينال بتاع الأربع يلعبوا على الثالث والرابع.
يلعبوا على الثالث والرابع. يبقى يوم الجمعة في لقاءات الثالث والرابع الخسرانين من لقاءات الأربع، زائد مباراة استعراضية لأكاديمية الـ NBA. الـ NBA أكاديمي هيلعب فريق في مباراة استعراضية لا تحتسب ضمن البطولة. تشايلدون ده وخطأ شخص في دفعة، زق بإيديه، زق شافتها الحكم من على بعد. ادي بص الضغط الدفاعي، خد الكرة مرر واحدة ووو كومينجز واحدة بوم بوم. بص يا راجل طالع تعمل ايه؟ الكالندور يا راجل سيبه، ده الراجل طالع واخد التكف بتاعه، راجل سيبه انت هتعرف تعمل له بلوك كمان وان مور. يعني يعني المدرب يعني بص بص خلي بالك. هنا الحماس والدفعه المعنويه، سبع نقاط هي الفرق، وله رمي حره اضافيه قبل دقيقتين وثانيه. اللي ما خدش تايم اوت دلوقتي من الثلاثه بتوع النصف الثاني كمان ثانيتين يتلغي له واحد. اللي ما خدش، هم طبعا خدوا، لكن اللي ما خدش يتلغي له واحد، ده القانون. غارت جاته حلو قوي بس خطفها حلو قوي. ادى مرر قبل الثمان ثواني. دي تصويبه ايه بعيده المدى يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، عندك 24 ثانيه يا راجل. مايك فوفانا غلط غلطة فظيعة، غلطة مريعة. ايه ده؟ الله يكون في عونك ماما. بص الراجل مرة، انت بتشوط ليه؟ ما تلعب، لسه فاضل 13 ثانية على الهجمة، زائد انك ما جبتش الكورة ورحت عملت خطأ شخصي، تصادم غير مقصود. معلش ضيع الرمية الحرة الأولى في فاوز، كمان في أربع أخطاء شخصية، يعني بيصوب رميتين حرتين. يعني بص الخساير في هذا القرار قد إيه. بص المعلم أهو، جان جاك نزل، جان جاك قلت لك هينزل، الدنيا تأزم هينزل. ست نقاط هي الفارق، ضيع واحدة وسجل واحدة. قال لهم بص أنا مش هطلع الكورة، سيب الكورة ماشي يا جماعة، محدش حد يديله الكورة يا جماعة ماشي. ادى جان جاك قال له سيبني سيبني عد من اللي مش عارف اللي عمال يخطف الكور ده، دنداو الشقي. مره بيمشي الوقت، جان جاك يعمل سلميه ما بتجيش، وفي حاجه في قرار في قرار بيقول لا 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 يا ابني مش دي الاشاره، دي اي ار اس، دي تشيك قرار الثانيه تشالنج. هو بيطلب من المدرب التشالنج، هو في بادي كونتاكت يتحسب فورسنج، يتحسب على جان جاك فورسنج على جان جاك او فاول عليك. لا مش دي يا كومينز، على قديم وانت يا كومينز، الاشاره دي اصلا بالتجديد 24 ثانيه. يعني بيقول المدرب اعترض اعمل تشالنج، قال له مش من حقي، قرار حالات للتشالنج، حالات التحدي، هقعد اذاكرها واقولها لكم في اللقاءات القادمه. بعتها لي حكمنا الجميل الدولي الكابتن عمرو الزاهد، لاني بتكلم فيها المباراه اللي فاتت، الراجل بعتها لي، بحب المساعدات دي جدا، ادي كل واحد حقه. مهم اننا في الاخر نوصل المعلومه للساده المشاهدين صح، والساده المشاهدات ايضا قبل المشاهدين. ستة ريباوند 27 نقطة، جان جاك جان جاك بويز بيضيع الرمية الحرة الأولى، والفرق إيه؟ خمس نقاط. المباراة في الملعب معقولة من 62 ل 42. خدها خدها، مرر لمين؟ ضغط 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 دفاعي رهيب حتى على جان جاك، مش لا مش شايف يدي مين. بص بص الكلام، بص خدها خدها، بص الضغط، مش شايف مش شايف عينه في الارض ياخد الكرة ولا يدي مين، ادي مين، مفيش حد واقف هنا، مفيش حد واقف هنا. قال ايه ده يا جماعة، قايم ايه ده يا جماعة. طيب خمس نقاط، مسكت الدريبل ليه؟ بص الضغط،
وطلع لبره قبل الثمان ثواني. جونزالفيز كيك اوت لبره لفاوست، سلميه جوه الباسكت. اوه المباراه 3 نقاط فارق، يا لها من مباراه. بعد 62-42 يطمن فريق اي اس توانيز، وتتحقق مقولتي الملعب لمن يعطي. لا تظن عزيزي المشاهد ان المباراه انتهت. هارونا تصويبه تحت ضغط، ضغط دفاعي، دفاع قوي جدا بيعمله فريق بيترو دولواندا. تشايلدون داو يدي جونزالفيز، يدي على طول فاوس، فاوس على التصويب. لا 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 لا، ما هذه المباراة يا جماعة؟ برق يا ابني زي ما انت عاوز وخوفني، حقك. واحدة 3 بوينت شوت ولا اروع تعود بالمباراة الى نقطة البداية. 64، افتكروا لما انا قلت لك على فوز ده بيطلع باوضاع غريبة تحت ضغط وبيجيب مع 39 ثانية بيسجل التعادل ويشجع نفسه ويتجنن مع نفسه. حقك، وخلي بالك الحكام بس تعورها، خلي بالك الحكام تعورها، والمعنويات تنخفض لإيس دواني بعد 20 نقطة يعملها ويعمل كومباك. فريق بيترو دولواندا يعمل عودة، يعمل ريمونتادا بالأسبانية، يعمل كومة سروك بالألمانية، مش عارفها بالفرنسية بصراحة. تايم اوت مامادو جاي، الهادي تماما، الهادي تماما، لكن دفاعات عملها فريق بيترو دولواندا ولا اروع. من 62 افتكر عزيزي المشاهد والمشاهدة، من 62-42 الى 64 اول، يعني ايه الكلام ده؟ يعني 22-2 النتيجة في اخر، من هي بين 62 بس مش فاكر كانت الدقيقة كام، 62-42 كان 4 دقايق 5 دقايق 6 دقايق حاجة كده. 22-2 رن. 11 نقطة نيكولاس فاوست، 3 من 6 فري ثرو، بيشجع نفسه، كاتب حكاية على جسمه بكل لغات والتاتو، عمل واحدة 3 بوينت. ايه الاعصاب دي يا اخي؟ ايه الاعصاب دي يا اخي؟ واحدة 3 بوينت ولا اروع. وادي كي دي الشهير بيانيك موريرا بيشجع من الخارج، بيقول لهم ان الجيم ده بتاعنا، دفاعات قوية. جان جاك، وادي يدخل جان جاك ويحط، اوه وادي مرر اللعب عنيف. هل في خطا شخصي؟ هل في هنا بيقولوا الحكم خطا شخصي؟ انزل يا عم، الراجل بتاع ارضيه الملعب اهو حبيبنا، انزل صاحبي صديقي ماي فريند. بيقول له على الكوره كومينجز، هل في خطأ شخصي هنا؟ كده الفريقين ارتكبا 4 أخطاء شخصية. جان جاك رميتين حرتين، إذا بالفعل خطأ شخصي. الرمية الحرة الأولى بيسجلها ويسجل معاها النقطة رقم 28. هل المعنويات تعود مرة أخرى إلى إس دواني؟ هنا هل في عايزين يأثروا عليه؟ عايزين بيكلموه عشان ما يجيبش. خلي بالك، وسع، افتح الكاميرا شوية. جان جاك ملوش دعوة خالص، مركز في الرمية الحرة التانية، قال لك زمايلي تدافع عني. ايه المباريات الحلوة دي؟ ايه ارجو ان انتوا تكونوا مستمتعين اعزائنا المشاهدات والمشاهدين لاون تايم سبورتس، وجبة دسمة بتقدمها لنا اون تايم سبورتس. والرمية الحرة التانية ما بتجيش، يلم الكرة ويطلع لبره، هيطلع لبره ده صح جدا. 14 ثانية عنده هارونا، 14 ثانية عنده، لازم يخلص في آخرهم. دارت منه، أوه لحقها 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 لحقها. تايم أوت تايم أوت، أهو بيطلب أهو، ملوش يظهر. تايم أوت ملوش، ليه 8 ثواني يعود بالتقدم. بيترو دولواندا 66-65 لحقها، بقول لك أدي بص الكورة اتخطفت ولحقها، وقف
قال له اديني نجم الفترة الأخيرة نيكولاس فاوست بيعمل واحدة ليا ولا أروع من الوضع طائرا. 8 ثواني هل يلحق إيه إس دي؟ ضيع الجيم من عنده وحط نفسه في موقف حرج جدا. هذه النظرة هي نظرة إحباطات، إحباط معنوي. أنجولا بتولع الدنيا، أنجولا تولع، جماهيرها مولعة الدنيا. الجماهير الأنجولية بقول لك يدافعوا عن كرامة السلة الأنجولية. مامادو جاي تايم أوت تاني، 9 ثواني. لازم هاي هيخلص في الآخر ولا هل إيه المباراة دي؟ بعد 20 نقطة. بص كل الرجال والنساء، سمراء تكحلت فأربكت قلبا تاب عن الهوى. سمراوات تكحلنا في هذه المدرجات. في كيغالي، بي كي أرينا، متعة ما بعدها متعة. الزي السنغالي أيضا بيؤازر الفريق بعد 20 نقطة، يعود من بعيد بيترو دولواندا. بص هنا بيكلمه ازاي راشتوك، بيقول له الجيم بتاعنا بيأثر فيه، قال له هناخد الاوت من هنا، قال له ارجع. طيب تعال نشوف ايه اللي هيحصل في في الاوت ده. الفرقتين 4 فاول. تقول له واقف هنا ماشي، قال له ارجع يا عم، انت هتمنع يعني التمريره؟ ساعد معانا في الـ5 الـ4 اللي ورا اللي باقيين دول. طب خليني لا بدل السويتش اهو، عمل سويتش في المان، وقف له فاوست. جان جاك غير اتجاهاته وراح، وتصويبه 3 بوينت شوت، ما بتجيش. يا راجل. بيترو دولواندا ينهيها بفرق نقطة واحدة عن طريق فاوست جوه الباسكت. يا حبيبي يا قلبي. بيترو دولواندا يعمل كومباك كما تقول كتب كرة السلة، بمعنى الكومباك، بمعنى الريمونتادا. هي دي 62-42 تنتهي المباراة 66-65، يعني احرز 3 نقاط فقط في اخر 6 دقايق، منهم واحدة رمية حرة، ودفاع قوي. اذا باسكت بول از ديفنس، عشان بيترو دولواندا ينتزع اللقاء بدفاعات قوية عملها ويحقق أغلى انتصار ليه في هذه البطولة، سواء أحرز البطولة أو لا. إذن ينتهي اللقاء بفوز بيترو دولواندا. بيترو دولواندا يضع القدم الرابعة في نصف النهائي، ويكتمل عقد النصف النهائي بالمتأهلين الأهلي الليبي وكيب تاون تايجرز. وكيب تاون تايجرز حيلاقي بيترو دولواندا، الاهلي الليبي حيلاقي حيلاقي مين الفرقة الرابعة؟ هوبرز، الفريق اللي كسب المينستيري. هوبرز حيلاقي يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. اذا الف مبروك بيترو دولواندا، هارد لك. أنا بقول هارد لك قوي لأن في تخاذل في الفترات الأخيرة. هارد لك فريق اي اس دواني، أدى جيم رائع، والرياضة انتصار واندثار، ولكن العاقل من يأخذ في الاعتبار معاملة هذين الوتدين بنفس المعيار. أعزائنا مشاهدات ومشاهدين أون تايم سبورتس في كل مكان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم باللقاء. إلى لقاءات أخرى أترككم في رعاية الله، كان معكم وليد أبو سريع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.